أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. لك التليفون عبر النحدة بتاعه غيري. ألو، أهلين، أي نعم، أنا أبو عبيدة. طبعا بدي لك ما بدي موافق. أكيد موافق، يعني أكيد بكرة رح نتقابل بالحديقة. بدك تقابل بالحديقة؟ أكيد رح يكون من أحلى أيام حياتي. لا طبعا فاضي ما عندي شي، حتى ولو عندي شي برغي كرمالك. ولو ليش أنت فكر حالك قليل عندي؟ ولك دخيلك يخرب بيته، كل عينك حبده يروح يقابل نسوان بالحديقة. بسيطة يا أبو عبادة، بسيطة. خلاص، معناها على اتفاقنا بكرة. تماما. سلام. شو بك روحي؟ في شي؟ لازم شي؟ روحك تروح روحك ان شاء الله. كنت عم بقول بلكي بكرة بناخد الولاد كلياتهم ونطلع مع بعض ونعمل لنا مشوار. من زمان ما عملنا مشوار كلياتنا مع بعض. بكرة؟ لا مستحيل. لا تفكر مجرد تفكير، لا تفكري، عندي مشوار كتير مهم. اجدي لها غير يوم. مشوار مهم يا ابن ال... عنتز كمان طبعا. بده يروح يقابل نسوان. بده يروح يقابل نسوان. شبك؟ ايش في؟ لا ما فيش. امي انت منيحة؟ لا ما انا منيحة، وانا اللي عملت شيء موتك. لانه امي والله حرام عليك اللي عم تعملي فيني، والله حرام. بسيطة يا ابو عبيدة، بدك تروح تقابل نسوان. طبعا بدك تروح تقابل نسوان. بسيطة، هلا ما بدنا نعجبك نحن، بدك تروح على الهدايا تقابل نسوان. بسيطة. انا لازم اخليتهن طاوس. شو بدي اعمل له؟ بدي اخرب له هالنهار. ما في مجال، لقطة، ما في غيرها. عبادة قوم وراك ديال قوم تعال. نعم امي، ايش في؟ بكره في عنا مشوار مهم الساعة 7 الصبح، وقت ابوك بيطلع على شغله. طيب استني امي، بدي اقول لك شغلة. نعم، ايش بدك؟ في شخص جديد فتح قناة على اليوتيوب وراح يبلش يقدم فيديوهات كتير حلوة. ومنو هذا الشخص بقى؟ هذا الشخص رح تطلع قناته هلا مباشرة جنبي. هذا شخص جديد على اليوتيوب، عنده كاريكاتير كتير حلو مهضوم، رح يبلش يقدم فيديوهات كتير حلوة كمان، وبنفس الوقت رح يقدم ردات فعل لمقاطع فيديو كمان كتير حلوة بطريقة بسيطة وجديدة وحلوة. ايه وشو المطلوب يعني؟ ها المطلوب كلياتنا ندخل نشترك عنده، لانه رح يبلش يقدم فيديوهات رح تعجبنا اكيد، رح يقدم ردات فعل بطريقه مهضومه وجديده وحلوه. ومو بس هيك، كمان اللي رح يدخل يشترك عند هذا الشخص رح يكتب له من طرف عباده رح يتاهل معي لحتى يشارك معي بالمسابقه اللي رح اعلن عنها عن قريب. وين رابط قناته حتى نشترك؟ رابط قناته موجود بصندوق الوصف بهذا الفيديو، تخلي اشتركي عنده. وانتم كمان اصدقائي كلياتكم تدخلوا اشتركوا عند هذا الشخص واكتبوا له من طرف عباده. مو بس هيك، لحتى تاهلوا معي كمان بالمسابقه رح اعلنكم عنها باقرب وقت، رح يكون فيها جوائز كتير حلوه. انا بقدر اشارك كمان ولاقب الصرامي؟ اكيد امي، بس انت ذبحتي ما في جائزه، لانك امي يعني معقول تحطيني مصاري على الفاضي؟ يخرب بيتك، يعني بدك ياني اشترك واذا فزت ما رح يطلع لي هديه؟ يخرب بيتك. لا امي بتاخذي، خلاص تقولي اشتركي انت، بتاخذي خلاص تاخذي. انسوك تعال اشترك لي عنده بالقناه مشان اشوف فيديوهاته ومشان اهل حالي لحتى ادخل بالمسابقه. يخرب بيتك، وانتو كمان روحوا اشتركوا، روحوا تعال. والله نقشت معك يا ابو عبيدة، والله هذا احلى يوم ايام حياتي. ولك حدا يقول لي انا بحلم ولا بعلم؟ اخي الله الا ولك حدا يقول لي انا بحلم ولا بعلم؟ يا ريت كل يوم الصباح يكون هيك. أنا رايح على الشغل، ما حدا فوق الساعة.
بسرعة خلينا نلحقه بسرعة يلا. ومختزل لي خبيتك بسرعة. والله شكلها رح تبين أكيد. الله يمضي هذا اليوم على خير. ولك يلا خلصني ايش صار معك؟ أمي طلع بالسيارة راح ما بلحقها أنا رأي بلاها. أنت احكي عن حالك. أنا بالنسبة لإلي إيش بدك تعملي؟ هلا بتشوف. ولك أمي بس فهميني وين رايحة؟ هو قالك بهي الحديقة؟ راحت بروك الحق ركض. اشبك واقف متصفت تعال حقني ما لقيته بهي الحديقه ندور بهديك الحديقه بسرعه. ما بدي مالي رايحه محل خلاص بقى فترتين الحديقه كلياتها ما لقيتيها. روحي لحالك ولك العين تطرقك. روح ارجع على البيت رايح ادور لحالي. يخليك عم تدوري الصبح. الله ايش هالخطوة العزيزة هاي. يا ابن الحرام ضغطك يا ابن الحرام عم تخوني مو؟ الله يخرب بيتك انت جايبك لهون. عفوا بس مين انسه؟ قولك الله يخرب بيتك هذا مديري بالشغل بده يشغلني معه. تعي افرجيك.